ينضم إلينا المرشح عن حزب السيادة السيد علي الهيكل الجبوري. أهلا بكم أستاذ علي. أستاذ علي، يعني ما يثار اليوم في اليوسفية عرب جبور ربما سبق أن أثير أو يثار في يعني الفترة نفسها في سهل نينوى، استيلاء على أراضي زراعية بحجة التوسعة والاستثمار والبناء، كيف يعني نفهم ذلك؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام، مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية. يعني هذا الموضوع موضوع طبعا مرفوض من قبل أهالي منطقة عرب جبور، أهالي اليوسفية، وهذا الموضوع يعني دعيني أوضح للأخوة المشاهدين الكرام أنه هذا الموضوع طريق اليوسفية دور السريع، طريق طوله تقريبا 14 كيلومتر يربط سريع بغداد جديدة والسريع الدولي باتجاه أبو غريب والديوانية. هذا الطريق طبعا الأهالي ينتظرونه منذ 20 سنة ينتظرون هذا الطريق حتى الأراضي مالتهم توصل للخدمة، الأراضي مالتهم يعني يصير لها يخدمها هذا الطريق، لكن تفاجؤوا منذ إنشاء هذا الطريق وصار تلاعب بقضية القوانين وقضية المحرمات. يعني محرمات الطرق السريعة معروف عندنا بالإدارية والفنية أنه 75 متر من كل جانب، بعدين توسع الموضوع أنه أصبح 130 أو أصبح 260، وبالأخير أنه السيد وزير الإسكان يخرج مع دولة رئيس الوزراء بمؤتمر افتتاحي كان لأحد الجسور ويقول أنا راح أستملك 1 كيلومتر على جانبي الطريق، يعني أصبح 1 كيلومتر. هذا الموضوع يعني سلبياته وتأثيريات والتأثير مالته أكبر من إيجابياته، لأن إحنا نعرف أنه السيد وزير الإسكان قال أنا يعني من رفض الأهالي هذا الموضوع، قال أنا أوزع أراضي بالفضاء أو أوزع أراضي بالمريخ. لا، نقول يا سيادة الوزير إحنا هذا مو حل ولا بديل مقنع لأهل بغداد ولأهالي المنطقة، منطقة عرب جبور ومنطقة جنوب بغداد، إنه الأراضي مالتهم تأخذ بهذه الطريقة. هذه الطريقة غير يعني غير قانونية وغير حضارية، كون أنه يعني قضية أخذ الأراضي تكون عن طريق موضوعين، أما يكون تحديث تصميم أساسي لمدينة بغداد أو تشمل بالمخطط الإنمائي الشامل لبغداد، أما بهذه الارتجالية أنه يكون موضوع 1 كيلومتر على كل جانب. هاي الأهالي اللي ساكنين هاي المناطق منذ مئات السنين وين تروح تنطي؟ ثانيا أنت تعلي على بغداد، بغداد حاليا بها تضخم سكاني كبير، بها زحمة مواصلات، أنت اذهب إلى مناطق أكو مناطق بديلة، مو أنت يعني على أطراف بغداد تجي تخلق بغداد مرة ثانية. أكو مناطق ممكن تروح باللطيفية جزيرة القامشلي، ممكن تروح إلى النصر والسلام، ممكن تروح إلى مناطق بالنهروان على حدود مناطق سيطرة الكوت، أكو مناطق وتوسع بغداد توسع بشكل إيجابي وبشكل حضاري وبشكل هذه. إحنا ويا يعني تطوير بغداد، لكن مو بهذه الطريقة على حقوق المواطنين وساكنين هذه المنطقة. طيب أستاذ علي، يعني جنس الأراضي بالأساس، يعني هل هي أراضي زراعية، هي أراضي يعني سكنية، ما جنسها بالأساس هذه الأراضي وإلى من تعود ملكيتها؟ يعني بما أنك تفضلت وأشرت بأن هذه الأراضي يعني هي مملوكة لمواطنين ويعود هذا الملف بالتحديد ربما إلى 20 عاماً. نعم، الأراضي هي الأراضي، معظم الأراضي هي حق التصرف، أراضي زراعية وأراضي فيها طاب الصرف وأراضي عقود على 35 وأراضي عقود على 17، لكن كل هذه الأراضي هي الأراضي تعتبر هذه سلة بغداد الزراعية. فأنت يعني تجي تأخذ تستملك أراضي زراعية صالحة للزراعة، ناس ممتهنين عمل الزراعة، وتترك أراضي موجودة ممكن أنه هاي المشاريع اللي تريد تستثمر بها استثمار سكني أو صناعي أو تنقل وزارات مالتك من أجل أن توسع بغداد، مو من أجل أن تخنق بغداد مرة ثانية. وهو حتى الطريق
طريق المرور يعني مو ذاك بالمستوى المطلوب، مجرد هو ثلاث سايدات. لذلك احنا يعني الشيخ خميس الخنجر كان متابع لهذا الملف ومتابع بقوة ومصدي لهذا الموضوع. ذهبنا بوفد لمكتب الشيخ خميس قبل فترة، واليوم الشيخ خميس جي وسمع من الأهالي مباشرة وبلغهم الشيخ خميس وقالوا له ان هذا الموضوع مرفوض رفضا قطعيا، انه هاي مناطقنا واحنا هاي المناطق بالنسبه لنا ضحينا من اجلها، ومرت هاي المناطق بظروف امنيه صعبه. يعني الان الطريق من فتح بالمنطقه والمنطقه تنفست، يجي السيد وزير الاسكان ويحاسب الناس يقول لهم الدون مالكم اصبح من 10 ملايين الى 200 مليون، مستكثر على الناس الفقراء اللي ساكنه بهذه الارض وتشتغل بها، ليش مستكثر عليها؟ احنا حاليا احنا مستبشرين خير بدوله الرئيس الوزراء انه احنا ماشيين على قضيه الاعمار وقضيه التنميه وعوده مؤسسات الحكومه. فاحنا نطالب من خلال منبركم، نطالب السيد رئيس الوزراء، نطالب السيد وزير الاسكان انه العدول على هذا الموضوع وموجود بدائل لهذا الطريق. واحنا نعرف انه قضيه تحديث التصميم الاساسي او قضيه التوسيع لمدينه بغداد مو بهذه الطريقه، تيجي شركات وتنطي خيارات لصاحب القرار، مو صاحب القرار يعني قضيه ارتجاليه هي. اذا هي قضيه منوطه باستاذ علي، منوطه بوزاره الاسكان ام منوطه بامانه بغداد؟ يعني بما انك عرجت على ذكر وزارة الإسكان، تفضل. أي نعم، الموضوع مناط بوزارة الإسكان كون الأراضي 90% تقع ضمن مسؤولية وزارة الإسكان، 10% فقط ضمن أمانة بغداد. وإضافة إلى ذلك اللجنة اللي يرأسها السيد وزير الإسكان لهذا العمل. فهذا العمل يعني احنا مثل ما قلنا الناس يعني رافضين لهذا العمل. والشيخ خميس الخنجر يعني بشر العالم انه الموضوع مصدي له وما يروح اي حق لجميع ساكنين هذه المناطق. نعم، تابعنا تحركات حزب السيادة في ذلك المجال. المرشح عن حزب السيادة السيد علي الهيكل الجبوري، شكرا جزيلا لكم لانضمامكم الينا.